الأجسام. أمومة وطفولة. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وضيفنا الدكتور بشير جمعة، اختصاصي طب الأطفال والرضع في الشارقة. موضوعنا عن بكاء الطفل وحيرة الأم. طرق التواصل على الهاتف 600-551-414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي على إذاعة نور دبي، نور دبي راديو على الإنستغرام. دكتور بشير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا دكتور بسام، أهلا وسهلا فيك. عادة الطفل الرضيع والطفل الصغير السن لا يستطيع أن يعبر عن آلامه، عما يعانيه، حتى عن جوعه، إلا من خلال البكاء. فكيف للأم أن تفهم هذه اللغة، أن تستجيب لنداء الطفل دكتور بشير؟ نعم، الحقيقة هي الروعة الحقيقية بالأمومة أن تفهم الأم نغمة بكاء الطفل وكل حركة بيأديها الطفل الصغير، حتى كل نظرة بنظرها لها. طبعا نحن لازم نقول أنه الطفل يملك طرق للتعبير فيها، يتواصل فيها معنا، هي البكاء بالدرجة الرئيسية، ثم الحركات بالدرجة الثانية، ثم النظرات بالدرجة الثالثة، ثم الهمهمات بالدرجة الرابعة. بداية أن الطفل لما يبكي، لو نحن أخذنا التجربة التالية، أخذنا دبوس ووخذنا الطفل في يديه، صوت البكاء نجد الصوت غير واضح في رجله، ذلك لأن هنا يقول أن يدي تؤلمني، هنا يقول رجلي تؤلمني. فالبكاء ليس لغة واحدة. وسيدنا سليمان كان يفهم لغة الأطفال، لغة الأطفال كما هي لغة الكائنات الحية أو الحيوانات الأخرى، هي لغة، ولكن نحن لا نستطيع تماما أن ندركها بشكل جيد. أنا أريد أن أعطي مبادئ رئيسية لفهم لغة الطفل. ولو حاولنا أن نفهمها حنشوف أنه نحن الطفل بيعبر عن كل شيء بريده بشكل دقيق وبشكل واضح، ونحن منقدر نصير الأم تفهم على ابنها تماما شو هو بيطلب. بالعادة الطفل كيف بده يقول أنا جائع؟ لما الطفل هو بده يكون جائع رح يحاول يمص يرضع الثدي، لكن إذا لم تعطي الأم الثدي لابنها في الوقت المناسب، شو بيساوي الطفل؟ بيحاول يجري حركات مص بلسانه بفمه، ثم يبحث عن الثدي بفمه نحو اليمين ونحو اليسار. ويسمى هذا منعكس الجزر، لأن الأشجار، جذور الأشجار تتجه باتجاه مصدر الماء، مصدر الغذاء. فإذا لم تلبي له أمه ذلك، يدفع بلسانه نحو سقف الفم كأنه يحاول أن يجري مص مستمر، ثم أبعد من ذلك يبكي هذا الطفل، وباعتبار أن اللسان مندفع إلى سقف الحنك فيتظهر حرف الن، كما نقول نحن حرف النون بغنة، نقول بعلم التجويد نون بغنة، فهو يدفع بلسانه إلى الأعلى ويبدأ البكاء بحرف ني ني. فإذا بدأ البكاء بحرف ني ورأت أم الطفل أنه يجري حركات مص ويبحث عن الثدي، فهذا يعني أن هذا الطفل جائع ويطلب من أمه أن تعطيه ثديها أو تعطيه الحليب لحتى يتغذى. إذا أراد الطفل طبعا أنه هاي أول نقطة، فإذا نحن أول قاعدة إذا كان جائع حنشوف في حركات معينة، حركات مص، حركات بالفم نحو اليمين ونحو اليسار، وبكاء يبدأ بحرف الني ني. فهذا طبعا نحن لما بنقول للأطفال إذا تأكل ني ني، يعني هي من الأشياء المعروفة. أما الطفل إذا أراد أن ينام، فيبدأ عادة حركات العيون بتكون بطيئة، تبدأ بالتباطؤ، بيرفع إيديه نحو عيونه كأنه يريد أن يفركها. طبعا ما بيقدر الطفل أن يفرك عيونه كالطفل الكبير، ولكن يدفع باليدين نحو الأعلى، ثم يتثاءب. فإذا لم يستطيع النوم يبدأ بالبكاء، وهذا البكاء يبدأ بحرف الأو كأنه يتثاءب، لأن النعاس يؤدي
إلى حركة التفاؤل. وبالتالي البكاء الذي يكون مبتدئ بحرف الأو هذا بدل على أن هذا الطفل يرغب في النوم. طبعا معنى ذلك أنه هو ما بيقول لأمه أنا يعني نعسان بدي نام، ولكن هيئي لي الظروف الملائمة لحتى نام. فنحن الكبار لما نريد أن نعم نقول أطفي الضوء ولا طالع ضجة وبدي ألبس البيجامة، فيعني يحتاج الطفل حتى ينام في مثل هذا البكاء إلى الأساسيات بنوم الطفل، وهي الهدوء والراحة واللباس المريح وتجنب الضوضاء وتجنب الضجة. بمثل هذا الحال إذا لبينا هذا الشيء الطفل بوقف عن البكي. نعم. لو الطفل اتسخ الحفاظ عنده أو كان ماله مرتاح من النوم أو طول معه حتى معه، هون بيلفت نظر. بهذه الحالة بصير بيبكي شوي وبسكت شوي، والبكاء هنا يبدأ بحرف الهاء. نعم. فإذا بدأ البكاء بحرف الهاء فنحن للشخص بنقول له لما بدنا نلفت نظره بنقول له هاء أو يعني انتبه لنا، فهي يشد الأم لأن تنتبه إلى أنه الوضعية ما لها مريحة أو أنه هو مشوب أو أنه هو بردان أو هو الحفاظ متسخ. فكل بكاء عند الطفل يبدأ بحرف الهاء هو لفت نظر من الطفل نحو أمه أنه أنا في عندي شيء زعجني، سواء بالحفاظ سواء بالبرد سواء بالحرارة، يعني بردان أو مشوب أو عندي حفاظ متسخ أو أوعية مضايقتني، فأزيلي هذا الشيء اللي زعجني. ومجرد أن الأم كشفت هذا السبب وأزالته الطفل بيقف عن البكي. نعم. الأطفال الصغار نحن بنعرف أنه كثير بيمغصوا، وخاصة يبدأ المغص باليوم 5 وبيستمر بالازدياد حتى اليوم 45 ثم ينتهي في اليوم 105. نعم. هذا النمط من المغص له مسببات، هي مادة الأسيتيل كولين وهي نعم نحكي عن هذه المادة دكتور لو سمحت لي معي الأخت وداد. السلام عليكم أختي العزيزة. السلام عليكم أستاذ. عليك السلام يا أهلا تفضلي. أهلا وسهلا معك فدوى. فدوى أهلا وسهلا تفضلي. أهلا أستاذ. دكتور بغيت أسأل، أنا عندي 6 أطفال والحمد لله كلهم رضعتهم رضاعة طبيعية الحمد لله. عندي معاناة أن يعني ما أعرف عودتهم أن فترة المساء ما يكون فيها رضاعة، يعني أنا أعرف أن بعد 40 أو بعد 2 أو 3 شهور المفروض 6 ساعات ما يرضع فيهم. نعم صحيح. أنا دائما كانوا يعني أرضعهم طول الليل، فهذه خليني ثاني يوم الصبح متعبة لما أروح الشغل. نعم. وحتى لما يكمل سنة ساعات مثلا طفلي بنتي 5 وقفت رضاعتها على 1 سنة وشهر لأن تعبتني هاي الشغلة، فأنا ما أبغي هاي العادة، يعني أنا مثلا أعلمها لغيري لعيالي بناتي لما يتزوجون، كيف أقدر أن فعلا بالليل ما أرضع؟ أنت ترغبي أن يكون في الليل ابنك ما يرضع وينام فترة طويلة حتى تقدري أنت ترتاحي، صح هذا الحكي؟ هذا محتوى السؤال. أولا هو أول نقطة بدنا نقول أنه نحن الله عز وجل جعل حليب الأم المسائي يحوي مادة اسمها الميلانين تساعد على النوم لفترة 6 ساعات، فالله هيئ حليبك لذلك، لكن نحن كآباء يجب أن نهيئ الطفل ليتحقق في هذا الشيء اللي هو بريح الطفل وبريح الأم. فأنت لا تدعيه ينام بعد العصر أولا، ثم أيقظيه باكرا قبل طلوع الشمس، لأن مادة الميلانين عند الطفل واللي موجودة بالحليب ترتبط بالنظام الشمسي، فهي تفرز في الساعة 12 في الليل بذروتها وخلال الليل وتقل في النهار. فأنت لما خليه يستيقظ باكرا يتوقف إفراز هذه المادة، يتجمع إفراز هذه المادة إلى الليل. فإذا أنت أيقظتيه باكرا قبل طلوع الشمس ومنعتيه من النوم بعد العصر لأن ذلك يفرز مادة الميلانين، وبالتالي تصبح الكمية المتحررة في الليل أقل وبالتالي هو يستيقظ. فإذا نحن نظمنا النوم، ثانيا لجأنا إلى شيء، نحن نعلم أن الحليب في المعدة يمكس من ساعة إلى ساعتين، كلما ازدادت كمية الدسم في الحليب انفرغ ببطء أكثر. فاجعلي أنت طعامك، لأن طعامك بيأثر على الحليب الكريم، يحتوي على كمية من الدسم في طعام الغداء، ويكون الغداء متأخر عندك يعني بحدود الساعة 4 أو 5 في كمية من الدسم، هذا يؤدي إلى أن يكون حليب
الساعة 8 أو 9 في دسم كمية أكبر، وبالتالي الدسم ينفرغ ببطء من المعدة ولا يشعر بالحاجة إلى ذلك. أيضا نقطة أخيرة، أشعري ابنك بتواصلك معه واستنفذي جزء من ضغطه، لأنه الطفل إذا ما لعبنا وما خلينا يقوم بحركات الزايدة تبقى الطاقة كاملة فيه، حينما ينام يجد مجال أنه يستيقظ. فلذلك من بعد العصر طالع حاولي دائما أنت تلعبيه، تحركيه، تضحكي معه، تمازحيه، تحكي معه، هذا طبعا بيزيد الذكاء وبيجعله يستنفذ الطاقة اللي بداخله بكامله، وبالتالي بيستسلم للنوم بشكل جيد خلال فترة النوم إن شاء الله. يعني معناها أنا لو وقفت من بعد 12 بالليل هو ما عنده مشكلة، مش جوعان؟ لا مو جوعان، إذا أنت عرضتي كمية كافية بس عادة تعتبر. نعم أي. أي يكون أنت أيقاظ باكر وبعد العصر ما فيه، وحليب طعامك في دسم بعد الظهر إن شاء الله بيكون بخير إن شاء الله. شكرا لاتصالك، نتمنى الصحة والسلامة للجميع. وبعد الفاصل نتابع حديثنا مع الدكتور بشير جمعة، اختصاصي طب الأطفال والرضع في الشارقة. دكتور بشير السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، السلام. أهلا. هناك رسالة تقول: ابني يبكي كثيرا أثناء النوم وعمره سنة واحدة، فماذا تنصحني؟ نعم، البكاء أثناء النوم يعني مرض بعدة أسباب. ممكن الطفل يكون لديه مشكلة يزداد فيها الألم أثناء النوم، وهذا نراه بوجود ماء في الأذن ومنسميه التهاب الأذن الوسطى المصلي. فوجود التهاب في الأذن ممكن أن يؤدي إلى بكاء الطفل في الليل. أيضا عدا عن ذلك بعض الأمراض تزداد، خاصة اللي في احتقان أو ضيق بالصدر مثل الأزمة الربو ممكن أنه تزداد في الليل. لكن لو أن هذا الطفل سليم وهو يبكي في الليل، ممكن يكون ناشم عن خوف، فهو يحتاج إلى إبقاء الضوء، يعني وجود ضوء، وجود لمس لأهله، وجود نوع من الاطمئنان حتى ما يخاف من الظلمة أو من العتمة أو من الوحدة. عدا عن ذلك طبعا هناك أشياء ممكن لبعض الأمراض البسيطة مثل بعض الأمراض الديدان كالحرقوس أو غيرها تسبب حكة، تسبب إزعاج في الليل، فممكن تؤدي للطفل أن يبكي. بشكل عام البكاء بعمر سنة عند الطفل اللي لازم نفحص الأذنين ونتأكد أنه ما في عنده منه مرض لا عضوي ولا سلوك. نعم طبعا هذا الأمر مهم جدا، لأنه طبعا مثل ما ذكرنا أنه الطفل الصغير، الطفل الرضيع لا يستطيع التعبير عن آلامه وعن شكواه وحتى عن جوع إلا ببعض الحركات، إضافة إلى البكاء حتى الحركات لها أيضا يجب أن تفهمها كل سيدة وحتى الأب أيضا. دكتور نعم صحيح، كنا نحن عم نتكلم عن لغة الرضيع، نكمل بس خمس نقطتين ومروح. أول نقطة أن إذا كان جائع بيبدأ بحرف الني، إذا كان نعسان أو، إذا عند منه مشكلة بالحفاظ بالحرارة بيحتاج إلى أن أمه تحمله بالهي. هلأ إذا ممغوس يبدأ بحرف الار، لأنه يكبس بعضلات بطنه باتجاه أمعائه. طبعا المغص مثل ما قلنا هو زرفة باليوم 45، وأغلبا بيحصل بالمساء. من علاماته أنه بيجري على البطنه، ركبتين على بطنه، ثم برجع الفردون ومنشوف أنه البطن قاسي وإنه لم يسمع. بخف البكي لما طفل أو من رأسه أو من لحمه على ظهره. الحالة الأخيرة هي إذا في عنده غازات، الغازات بتكون يعني بالع هواء وبده تحتاج لتتشال، فنحن نعرف إذا بلع هواء أثناء الرضعة فبيجي بالمعدة وتضغط على الحجاب الحاجز، الحجاب الحاجز بيحاول يبعد المعدة عنه، فبتكون البكاء مبدوء بحرف الهاء. فإذا كذا بدأ بحرف الهاء فمعنى ذلك أنه هو بحاجة إلى تتشال. هلأ كل بكاء موسيقي وقد يكون لغة، أما البكاء اللي فيه أنين أو طحة معناته في عندي مرض أو ألم عند الطفل. هي القواعد العامة بالبكاء. لكن من الأشياء الثانية الهامة بالنسبة للأم هي حركات الطفل، أن تراقب حركات الطفل. فحركات الطفل جدا تساعد إذا أشركناها مع البكاء. فالتساؤل مثل ما قلنا بدل، وبطء حركات العين بدل على النعاس، المص بدل على الجوع، وشد اليدين والرجلين يدل على المغص وعلى الألم.
الحركات الطفل طبعا نحن نشركها أيضا بشيء ثاني هي النظرة لعيون الطفل. فالطفل عنده إحساس عن طريق العين يستطيع أن يعبر عما في بداخله أكثر من الكبار. أنا أذكر يعني للإيضاح أن الشباب لما الشاب بيخطب خطيبته بيقول له بعرف شو في عيونك شو بدك من نظرة عيونك. الطفل نستطيع أيضا أن ندرك ما يريد من خلال النظر إلى عيونه. والنظر إلى عين الطفل بشكل عام من قبل الأم بيريح الطفل وبيعمل تواصل بصري أكثر. هلأ كل ما حكينا نحن مع الطفل هو بيعطينا الانطباع اللي بداخله وبيقدر يعبرنا. الحكي مع الطفل الرضيع اللي عمره شهر أو شهرين لو كان إنه نحن منفكره ما عم يستوعب عليه إنما هو بيكون عم يستوعب. والحكي بزيد ذكاء الطفل الصغير لأن كل كلمة تنزل بدماغ الطفل تستقبلها الخلايا. فلو أكثرنا من الكلام تتسع الخلايا أكثر وتصبح الخلايا متسعة أكثر لاستيعاب معلومات أكثر وبالتالي يزداد الذكاء. طبعا من الأشياء الأخرى اللي بتزيد الحكي مع الطفل لمس الطفل والنظر إلى عيونه واللعب معه لو كان عمر شهرين أو ثلاثة أشهر بيكون نقدر نلعب مع الطفل. واللعب بيزيد مخيلة الطفل وبيخلي خلايا الدماغ أيضا تتسع. فاللعب مع الطفل والكلام مع الطفل والجو اللي بالمنزل اللي فيه أمان واطمئنان وحنان يساعد بنمو الخلايا الدماغية وبالتالي تحسن الطفل تواصله وذكاؤه. هلأ لما بيكون الطفل مصبب دائما نشوفه عم يبسم ويضحك ولما بيكون موجوع أو مزعوج بنشوفه عم يبكي. بس ليست القاعدة إنه كل بكي هو جوع أو موجوع، لا، هي البكاء هو لغة عند الطفل بيعبر فيها كأي كائن كالعصفور عما يحتاجه من طعام أو من إزعاج مضايقه أو حاجة للتواصل مع الآخرين أو هناك مشكلة في جسمه. نعم، نتمنى دائما الصحة والسلام للجميع. رسالة تقول: هل يمكن أن يبكي الطفل جراء التعرض أو يعني حدوث أحلام أو ما شابه ذلك دكتور؟ طبيعي الطفل ممكن أن يقع الأحلام لأن الأحلام هي عبارة عن فترة، الأحلام تفسير أنه في عنا نحن حدث حصل في النهار لم يكتمل أو جرى التفكير فيه ولم يكتمل أحداث يعني أحداثه، ففي الليل ترجع تتنسق هذه الأحداث وتتنظم. فالطفل من عمر 3 أشهر فما فوق يمكن أن يرى أحلام وهذا مثبت أيضا بتخطيط الدماغ أثناء الليل. نعم، طيب بأي عمر ممكن يحدث هذا الشيء؟ من 3 أشهر حتى طبعا لعمر يعني أي عمر. نعم، طيب آخر نصيحة دكتور في هذا المجال؟ اللغة تبع الطفل لغة جميلة جدا، الأم تستطيع أن تفهمها إذا هي جعلت ابنها موسيقية. هناك حاليا برامج موجودة يمكن اسمها Infant English Translator، ممكن أن ننزلها على الموبايل. لما يبكي الطفل بنحطها على هذا البرنامج بيقدر يترجم لنا شو الطفل عم يحكي. ولو شفنا لغة الطفل بنحس أنه هذا الطفل عالم كائن بذاته متطور جدا ومشاعره حساسة، بحس بأمه بحس بأهله بحس بأبوه وبحس بالترابط. ولو أن أمه أبدت أي عدم قبول له هو بيشعر بذلك. الطفل بيحس بالمشاعر الداخلية للأبوين وبيحب أنه دائما يكون على تواصل معهم. كل الشكر لدكتور بشير جمعة اختصاصي طب الأطفال والرضع في الشارقة. دكتور بشير شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا لك دكتور بسام، شكرا للمستمعين، وإن شاء الله هيك يكون في إيضاح لموضوع البكاء عند الأطفال معلومات مفيدة. نعم للجميع، شو عن يقصد الابن وأشركها مع تعليق حركة الحركات حتى تقدر تفهم شو بده ابنها منها. نعم، كل الشكر لك دكتور بشير.